مرحبا. لقد اقترب عيد ميلاد عيسى المسيح والجميع ينتظرون الهدايا والغداء مع جميع العائلة. سيكون هناك كثيرا من الشوكولاتة، لكن سأروي لك القصة الحقيقية لعيد ميلاد عيسى. لم يكن هناك عشاء طيب ولا شوكولاتة، لكن كانت هناك هدية رائعة، عيد ميلاد طفل رائع، هذا الطفل الذي غير العالم. أولا، حدث هذا منذ زمن بعيد جدا، وذلك في وطن إسرائيل. غالبا ما تحدثنا عن بلد إسرائيل وشعبه اليهود. في الواقع اختار الله اليهود كي يكونوا شعبه، لكنهم لم يطيعوه، فالله عاقبهم، رغم أن الله وعدهم بالمخلص الذي سينقذهم من خطاياهم ومن كل الشر الساكن قلوبهم. فقد أخبرهم مسبقا بالتهديد كيف وأين سيأتي هذا المخلص. اليهود الذين يحبون الله قد انتظروا هذا المخلص لمدة زمنية طويلة بعد وعد الله لهم. كل شيء قد حدث كما وعده الله، لأنه لا يكذب، رغم أنه أحيانا ينتظر لإتمام وعوده. فهكذا إذن حدثت الأمور. ذات يوم، ملاك يدعى جبرائيل قد بعث إلى فتاة يهودية مريم. زواج مريم من يوسف سيكون عن قريب، وكلاهما يحبان الله. الملاك قد أخبر مريم أن الله اختارها كي تحمل طفلا في بطنها. هذا الطفل ليس كباقي الأطفال، بما أن أبوه هو الله، وهو مخلص العالم الموعود. في الإنجيل حسب لوقا نجد الآيتين التاليتين: فقال لها الملاك: لا تخاف يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. إنها حقا معجزة من الله. شيء رائع يحدث مرة واحدة على سطح الأرض. الله وضع صبي في بطن امرأة، لأن لا شيء يعتبر مستحيل بالنسبة لله، لأنه خالق كل شيء. تعلم، عيسى هو الله، كان دائما موجود في السماء، لكن هنا أخذ صفة صبي كي يأتي على سطح الأرض. أراد أن يكبر ويتعذب في وسط البشرية. بعث الله أيضا ملاك إلى يوسف كي يخبره بذلك. ففي الإنجيل حسب متى نجد الآيتين التاليتين: ثم تزوج يوسف من مريم. في ذلك الزمان الرومان كانوا قادة إسرائيل، والإمبراطور قيصر قد أمر لكل اليهود أن يذهبوا إلى عائلتهم كي يسجلوا في كتب، وهذا يسمح للإمبراطور أن يعرف من هو موجود في مملكته وعدد الأشخاص الذين يسكنون فيها. عائلة يوسف كانت من مدينة بيت لحم. إذن ها هما قد ذهبا، هو وزوجته مريم الحامل، لسفر طويل. مريم أحست بالتعب لأن وقت ولادة الصبي قد اقتربت، حيث أظن أنها سافرت على ظهر حمار. تعلم أن الطرق كانت في الماضي مليئة بالحجارة والحفر، والسفر على ظهر الحمار ليس فيه راحة وتمتع مثل السيارة. يوسف كان نجارا يصنع بالخشب سقوف البيوت، إذن عائلته كانت فقيرة. ترى الله لم يختار أن يبعث المخلص كسلطان غني، ولكنه بعثه كصبي هش في عائلة فقيرة. لا يفكر مثلنا نحن، ولكن تصرفه مليء بالحكمة. إذن بعد عدة أيام من السفر، لأنه لابد من عبور كل البلد، أخيرا يوسف ومريم وصلا إلى بيت لحم. المدينة كانت مكتظة بالناس، عائلات كثيرة عملت نفس الرحلة، لأن الجميع وجب عليه طاعة
أمر الإمبراطور. إذن يوسف بدأ يبحث عن غرفة في فندق، لأنه رأى جيدا أن زوجته تعبت جدا، والصبي سيلد قريبا. يا للأسف، هناك كثيرا من الناس، لدرجة أنه ليس هناك ولا غرفة فارغة في كل الفنادق. وفوق كل هذا، المدينة صغيرة والفنادق فيها قليلة. أخيرا يعطى لهم مكان، ولكن ليس غرفة، إنه الإسطابل، مكان تنام فيه الحيوانات. فيوسف ومريم سيقضيان فيه الليلة في انتظار إيجاد مكان أفضل. أوف، حان الوقت، مريم لم تعد قادرة إطلاقا. خلال الليل الطفل الصغير عيسى قد ولد. يا لها من سعادة، كل شيء مر بسلام. يوسف ومريم فرحا كثيرا، إنه ابنهما الأول، فشكر الله على هذه الهدية الرائعة. لقد اختار عائلتهما كي تستقبل وتربي المخلص. لا يعرفان ما يجب القيام به، لكن وضعا ثقتهما في الله الذي يقودهما. لكن ما هذا الضجيج؟ هناك أناس كثيرون قصدوا الإسطبل. ماذا يحدث؟ مريم تضع الطفل لينام في المذود في مكان تأكل فيه الحيوانات التبنة. بالتأكيد مريم قد نظفت المكان، إذ وضعت فيه تبن نقي قبل وضع الصبي فيه. قبل فتح باب الإسطبل سأروي لك ما حدث أثناء تلك الليلة في الريف. إذن في الريف كان هناك رعاة يحرسون الغنم خلال الليلة كي لا تسرقها الذئاب. فجأة نور ساطع يلمع أمامهم، إنه ملاك ظهر لهم. يا لهم من فزع، كادوا أن يموتوا من الخوف، لكن الملاك قد طمأنهم وبشرهم بخبر سار. وإنجيل حسب لوقا نجد ما يلي: فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. بيت لحم كانت مدينة داود، سلطان كبير فيما مضى. إنه خبر رائع. ماذا؟ أخيرا وعد المخلص قد تحقق. فالملاك أخذ يوضح لهم أين هو موجود. فجأة السماء كلها امتلأت بالملائكة التي ترنم لله تعبيرا عن فرحها لأنه بعث المخلص. يا لها من ليلة مميزة. الرعاة أسرعوا للذهاب إلى بيت لحم لرؤية ما أخبرهم به الملاك. ها هم الآن أمام باب الإسطبل. دق دق دق. يوسف ومريم يتساءلان: من هم هؤلاء الناس؟ وبعد أن رأى الرعاة الصبية في المذود حكوا كل شيء للوالدين. فرح الجميع بميلاد المخلص، يعلمون أن خطاياهم قد غفرت لهم، وذلك رغم أنهم لا يعرفون كيف ذلك. فعليهم الانتظار حتى يكبر عيسى. مريم حافظت على كل شيء في قلبها، تحصلت على أجمل هدية لشعب إسرائيل وللعالم بأسره. هي ويوسف سيربيانه أحسن تربية، واضعين ثقتهم في الله. ذهب الرعاة ليحكوا لجميع من التقوا بهم في الشارع من الناس ما قد حدث، فهؤلاء استغربوا بالأمر. بالطبع الكثير لم يصدقهم، لأنهم ينتظرون رؤية ومجيء رجل قوي كي ينقذهم وليس صبي. تعلم، الإيمان هو تصديق أشياء الله المخفية. الله يصنع غالبا أشياء مدهشة لا نفهمها فورا. ضع فيه الثقة، إنه هيأ لك أيضا أشياء جميلة. إذن الآن تعلم أننا لما نحتفل بعيد الميلاد كل سنة كذكرى ميلاد مخلص العالم، فإنه عيد ميلاد عيسى المسيح. ب
بما أنها أروع هدية يعطيها الله للناس، فإننا نفرح مع أفراد عائلتنا ونقدم هدايا للأطفال، لا لأنهم كانوا هادئين، لكن كي نتذكر أنها قصة الطفل الملك. لا نعلم بالضبط اليوم الذي ولد فيه عيسى، إذن اخترنا يوم 25 ديسمبر، لكن يجب أن أقول لك شيء آخر. الليلة التي ولد فيها عيسى كان هناك نجم ساطع في السماء يلمع لمعان شديد بعيدا جدا عن بلاد إسرائيل في جهة الشرق. ففي الشرق الناس الذين يدرسون النجوم السحرة فهموا أن الملك الإسرائيلي الكبير قد ولد، لأنهم قد سمعوا هذا الوعد الذي وعد به الله إسرائيل منذ زمن بعيد. إذن أحضروا ثلاثة هدايا مهمة جدا وغالية الثمن، فذهبوا في رحلة طويلة جدا إلى بلاد إسرائيل. ليس بوسعنا أن نروي لكم كل هذه القصة اليوم لأننا ليس عندنا وقت، لكن أعلم أنهم قد وصلوا إلى بيت لحم، وهناك قد رأوا المرة الأولى النجمة التي قادتهم حتى بيت يوسف ومريم، لأنهما بالطبع لم يمكثا كثيرا في الإسطبل. هنا قد رأوا الصبي فمجدوه لأنهم يعرفون أنه الله في هيئة هذا الطفل الصغير، فأعطوا له هداياهم ورجعوا إلى بلادهم ممتلئين بالفرح. هذه هي القصة الحقيقية لعيد ميلاد عيسى، يمكنك قراءتها في إنجيلي متى ولوقا، وسنقرأ لك البعض منها من إنجيل متى. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته، فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داوود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وضجعته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داوود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين:
المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. إلى اللقاء، ألقاكم فيما بعد في قصة أخرى.